ورجعنا لكم مشاهدينا، وبنبتدي معاكم اولى فقرات حلقتنا النهارده، واللي هنتكلم فيها عن كيفيه اداره الغضب. بيسعدنا في الفقره دي ان احنا يكون معانا الدكتور ماجد فيكتور، خبير التدريب الدولي من كليه مانشستر بريطانيا في التنميه البشريه. اهلا بك معانا دكتور ماجد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور ماجد. يمكن يعني عارفين اغلبنا في بعض اللحظات بيغضب، فازاي انا يعني ادير الغضب ده بحيث ان ما اخسرش الناس اللي قدامي يعني بصوره نهائيه، يعني يبقى في تحكم في الغضب. بس قبل كده، قبل الاجابه على السؤال ده، نقول ايه هو مفهوم الغضب؟ الغضب ده شعور بعدم الرضا. الشخص بيشعر بعدم الرضا تجاه شخص معين او تجاه اشياء، بتبقى في رغبه في محاوله ان هو يزيل السبب ده بتاع عدم الرضا، عشان كده الشخص بيغضب. وده حاجة فطرية، كلنا بيبقى جوانا مشاعر غضب. بس القصة كلها هو الشعور الإنساني ده، هو شعور كويس ولا وحش؟ يعني هل الغضب مشاعر كويسة ولا مشاعر وحشة؟ هو ده السؤال اللي كل الناس دايما تقول، يعني بلاش نغضب، بلاش نتعصب. هو المشاعر بتاعت الغضب دي مشاعر مقبولة، ما فيش حاجة اسمها مشاعر وحشة ومشاعر حلوة، يعني دي حاجة طبيعية يعني من لكن دي طبيعة اسمها مشاعر، مشاعر صحية ومقبولة. والمشاعر دي عاملة زي الرسل اللي جايين تقول لنا رسالة، محتاج ألاحظ المشاعر دي جاية تقول لي إيه. دي رسالة بتبعتها لي. يعني أكيد لما يبقى أنا غضبان ومتعصب، دي مشاعر الغضب دي جاية تقول لي رسالة مهمة قوي، إن في حد اعتدى على حق من حقوقي ومحتاج أدافع عنها وأحط حدود للي قدامي. فهي مشاعر كويسة. يعني مشاعر تصوري إيجابية مش سلبية بالضبط. يعني تصوري كل المشاعر كده حضرتك، مش الغضب بس. تصوري لو اختفى مشاعر الخوف من جواكي وانت جاي تعدي شارع، هيحصل ايه؟ هتعدي ومش خطر. مش هيفرق معاك العربيات. بالضبط. فدي مشاعر بتقولي خد بالك. حتى مشاعر القلق، في ناس بتقلق قبل الامتحان، ودي مشاعر كويسه برضو، عشان جايه تقول لي انك لازم تذاكر كويس وتاخد بالك من الحته دي والحته دي. فالمشاعر عموما ما فيش مشاعر مرفوضه، لكن كل المشاعر مقبوله. لكن خلينا نحط حته معينه. انا لا املك التحكم في الشعور، يعني لما يجيني غضب ما اقدرش اتحكم فيه، لكن املك اختيار رد الفعل اتجاه الشعور ده. يعني انا ما اقدرش لما يجي الغضب ان انا اتحكم فيه، لكن رد فعل اتجاه الغضب ده هعمل ايه؟ السلوك بتاعي. المشاعر صعبه اتحكم فيها لانها حصلت، لكن الشعور بتاعي اقدر اعمل فيه ايه عشان اقدر اتحكم فيه. يعني نقول برضو في الغضب درجات، يعني زي ما حضرتك يا دكتور بتقول ان في يعني هيبقى يعني الغضب ده رد فعل على تصرف معين من شخص بالزبط. اتجاهك يعني. بس بيبقى في درجات في التحكم في الغضب، يعني في اللي بيتعصب وما بيقدرش يتحكم في نفسه، يعني نقول بيتهور، يعني ما بقاش في تحكم في الغضب. طبعا الغضب ده غير صحي، يعني في ناس بتعمل الغضب بتاعها ده بطريقة غير صحية. فلإما تلاقيه كبت المشاعر بتاعته بتاعت الغضب، فيقعد يضغط على نفسه يضغط على نفسه يضغط على نفسه لغاية ما في وقت خلاص مش قادر، فتلاقيه فجأة انفجر. تبقى حاجة تافهة وبسيطة، لكن فجأة كده صار وهاج. ليه؟ عشان هو كان دايما يكبت الغضب، وده ممكن يبقى نتيجة خوف، نتيجة قلق، نتيجة انه مش قادر، او من هو وصغير ما تعلمش يعبر عن الغضب بتاعه. كانوا دايما يقولوا له اسكت، ما تتعصبش، وده غلط، ما تغلطش، ما تتكلمش. فطبعا القصة دي بتبقى مشكلة معاه لما يكبر. بعد كده بيوصل لغاية اخره ومحتاج انه يطلع، او نتيجة العنف، يعني يطلع الغضب بعنف زيادة، انفجار، يزعق، يأذي نفسه، ثورة، صياح، تهديد. كمان كل الحاجات دي احيانا بياخد العنف برضو، بياخد عن طريق انه يظهر الغضب على هيئة عنف ظاهر، في حاجة زي مثلا انه يلقي اللوم على الاخرين، انتوا السبب في اللي انتوا عملتوه معايا، انتوا اللي وصلتوني لكده، انا ما كنت هادي وكنت كويس، انتوا اللي عصبتوني، انتوا اللي نرفزتوني. ويقعد ينتقد بنقد جارح الشخصيات التانية اللي حواليه. بس ممكن الاشخاص اللي حوالين الشخص يعني يخلوه انسان عنيف وعنده سرعة الغضب، ولا أكيد ده شيء من جوه الشخص؟ ده يعني ردود أفعال اللي حواليه، بس برضه هو مسؤول عن ده. يعني مش هم اللي مسؤولين عنه، بدليل ان في ناس تبقى حواليك بتعصبك لكن انت ممكن تبقي هادية، اشمعني؟
هو ردود افعالك هي اللي مسؤوله عنها، التصرفات السلوك مش الافعال. وده عشان كده احيانا كتير بنقول ان لازم اقبل مشاعر الغضب اللي جوايا، يعني لازم يبقى عندي انا واحد غضوب وبتعصب كتير وبتنرفز كتير، لازم ابقى واخد بالي كويس قوي ان يبقى عندي اقرار انه فعلا انا بمر بتجربه صعبه، او ان المشاعر دي ملاحظها كويس قوي واخد بالي منها. في حاجه بنسميها ذات الملاحظه، دي بتلاحظ الحاجات اللي بتبقى فيها المشاعر دي، فانا واخد بالي منها وما بحكمش عليها. ما بحكمش على المشاعر، كلنا بنحكم على المشاعر. يعني اتعصبتي انا اقول لك انت متعصبه ليه، وما واقول لك ما المفروض ما تعمليش كذا وما تعمليش كذا، انا مش بصدد احكم ولا انت تحكمي على المشاعر بتاعتك، لكن انا محتاجه اديها اذن بالبقاء والسماح بالوجود. وده بنسميه في مدرسه من المدارس العلاجيه الاكت، او العلاج بقبول والالتزام. انا بقبل المشاعر بتاعتي، كمان بسمح لها انها تقعد. الغضب انا مش بحبه لكن انا هسمح له انه يبقى موجود. كمان الغضب انا عارف انه زائر غير مرغوب فيه لكن مش مؤذي، لكن المشاعر حليفه لينا دايما. المشاعر حتى المشاعر دي حليفه لينا، هي اللي بتخلينا ناخد بالنا ان في حد تعدى الحدود بتاعته. ان انا محتاجه ااكد حقوقي، لكن لما تزيد بقى عن حدها وتنقلب لضدها بقى، ان انا اعبر عن الغضب ده بطريقه غلط. طب في بعض الاشخاص بيبقى عندهم سرعه الغضب، يعني هي كشخصيه كده يعني تكوينها كده ان هو بيبقى عنده سرعه الغضب، يعني حتى ما بياخدش فرصه ان هو يفكر في رد الفعل بالزبط. عشان ما يبقاش اقول لحضرتك عشان في ثلاث جذور مهمه قوي للغضب. عارفه كده لما تروحي حضرتك لدكتور وانت عيانه سخنة فرحاله بارتفاع في درجة الحرارة، أكيد الدكتور عارف أن درجة الحرارة ده عرض مش المرض، فيقعد يدور يفتح الفم ويبص هل في احتقان ولا لا، يشوف في الودان في حاجة، يشوف يفحص بالسماعة بتاعته في قولون في، ويقعد يدور على الأسباب الأساسية اللي ورا درجة الحرارة. تصوري لو معالجتش السبب وخليت درجة الحرارة كل ما تعلى أروح واخد دواء خافض للحرارة، هقعد طول حياتي هوصل لمرحله ان الدواء بتاع الخفض للحراره ما بيعملش تاثير. اهو بالظبط كده، حضرتك لما تعالجي اعراض غير لما نعالج جذور. الغضب ليه ثلاث جذور مهمه. لو حد ضرب في القيمه الانسانيه بتاعتك او القيمه بتاعتك، فجه وقال لك حضرتك انت ما بتعرفيش تقدمي برامج اساسا، فانت هتهدي شويه تمسكي نفسك، واخر مره عملتي كذا، ويقعد يقول لك كلام يستفزك يحسسك انك قد كده. فلما تحسي نفسك قد كده تبتدي تتعصبي. الجدر الثاني الاحتياجات النفسيه، ممكن تبقى عندك احتياجات نفسيه ما تسددتش، فنلاقي الاطفال فجاه طفل بيتعصب وبيرمي نفسه وبيقعد يتقلب في الارض ويكسر حاجات، هو حاسس بايه؟ احتياج نفسي غير مسدد، ان الناس تهتم بيه، انه يبقى فيه حب عشان يلفت النظر، فيلفت النظر بالطريقه دي. دي احتياجات نفسيه ما تسددتش. كمان ممكن الكبار تبقى فيه احتياجات نفسيه ما تسددتش. واحد شايف علاقه بين اب وبنته علاقه كويسه خالص، والبنت دي شايفه انها ما شبعتش من العلاقه دي زمان، وان بابا ما كانش بيحبني وبيقدم لي الحب ده، فتلاقيها غيرانه بتاذي التانيه وجواها غضب وتتعصب عليها. هي ما شبعتش، فشايفه ان الاحتياج ده ما تسددش عندها. يعني دي بدايه من الاسره برضو يا دكتور، يعني على حسب طبعا جزء منها الاسره يعني. والتربيه، وجزء منها انا بنميه جوايا. كمان المعتقدات الاساسيه، لو جواكي معتقد ان دكتور ماجد ده شخص بيعصب، مع اقل كلمه هقولها هتلاقي نفسك اتعصبتي عليا وخدتي رد فعل عنيف، يعني انا واخده انطباع من قبليها. جواكي معتقد انا سمعت اصل كلام عنه ان هو دايما مستفز، فانت ابتديتي اول مع اول كلمه قلتيها رحتي ترجمتيها كلام تاني خالص، نتيجه المعتقد اللي جواكي اتجاهي. ايوه بالظبط. واحنا حتى مع عيالنا جوايا معتقد ان ابني ده مستفز، اكيد مع اي تصرف هيعمله حتى لو كان بسيط هعتبره استفزاز. فبالتالي اي حد جواه معتقد داخلي اتجاه الاشخاص هتلاقيه كده عنده احتياجات نفسيه ما تسددتش، هتلاقيه بيتعامل بالطريقه دي. لو قللت من قيمتك او حسيتي ان اثناء كده التعامل ان انا بقلل من قيمتك وبلغيها. طب الانسان يعني يتعامل ازاي مع شخص مستفز؟ يعني هو في الواحد في الحياه بيقابل ناس مستفزه، خصوصا لما يكونوا عارفين ان الشخص اللي قدامهم سريع الغضب،
فبيستفزوه على اساس يغلط، في يعني ايه نقول زي ما بنقول يجيبوا على الغلط يعني. هو يعني طبعا احنا بنعود الناس ان في حاجه اسمها تمرين التنفس، تنفس الاسترخاء. يعني احنا المفروض بناخد نفس من الانف ونطلعه. المفروض الطبيعي مع اي حد المفروض يبقى من 6 لـ 8 أنفاس في الدقيقه. لو الناس عملت التدريب ده هتلاقي انه اللي عامل 21 واللي عامل 15 واللي عامل 20 واللي عامل 3 ده في الطبيعي لو عود نفسه عليه هتلاقيه ابتدى يهدى لما يجي موقف زي كده، هتلاقيه هو بيعمله مع نفسه. دي من الحاجات اللي بتساعد على افراز هرمون السيروتونين بتاع الهدوء والسعاده والانبساط، وتقلل الهرمون بتاع الادرينالين بتاع القلق والتوتر والعصبيه والغضب. فكل ما نعود نفسنا على النفس البطيء كل ما يساعدنا ان احنا نبقى نتحكم فيه. بس برضو خلينا نتفق، ما دام انا من جوايا مقتنع داخليا ان الغضب جاي يقول لي رساله، ده معنى ان انا محتاجه ان انا اتعلم ازاي ااكد حقوقي. لما حد يتعدى على حقوقي اقول له معلش لو سمحت حصل كذا كذا كذا، انا بتضايق من كذا وكذا وما ينفعش ان حضرتك تعمل معايا كده. يبقى انا حطيت رسمت الحدود واكدت الحقوق بتاعتي. وده الصح، يعني انا بعبر بتعلم ازاي اعبر بالطريقه الصح عن الغضب بتاعي. لكن لو انا ما اتعلمتش كده وابتديت اعبر عن الغضب بالطريقه السلبيه اكيد هوصل لنتائج سلبيه. فلازم اتعلم ان انا ااكد حقوقي ازاي وازاي اتعامل مع ده. هو الشخص ممكن يعني يتعامل، يعني هيبقى فيه تعامل داخل مجال العمل، فهيبقى الغضب هنا او رد فعله لو مش كويس هيعود عليه بنتائج عكسيه. طبعا غير التعامل مع الاصحاب، غير التعامل مع الاهل، يعني كل مكان المفروض يبقى ليه رد فعل متوازن على حسب المكان اللي انت موجود فيه او كده. حسب الاشخاص اللي انت بتتعامل معاهم، هل هيتقبلوا الغضب، هل هيسامحوك، هل في العمل هيبقى صعب طبعا يعني التسامح نقول، او يعني ان هو رئيسك في العمل لو انت استفزيته هيعدي الموضوع بسهوله. فازاي انا في الثلاث حالات دول يعني اعود نفسي ان انا اتعامل باسلوب بحيث انا ابين غضبي بس في حدود، بحيث انا ما تاذيش او اللي حواليا ما يتاذوش. في 7 خطوات مهمين. الخطوه الاولانيه ان انا اتعرف على مشاعري. يعني مشكلتنا انا لو قعدت سالت حضرتك انت حاسه بايه دلوقتي هتقعدي تفكري هو انا حاسه بايه دلوقتي. لكن عشان كده لازم اول حاجه لما يحصل موقف لازم اتعرف على مشاعري، المشاعر اللي جوايا مشاعر ايه، وبعد كده ااجل ان انا اعمل رد فعل، استنى شويه وافكر واجل القيام باي شيء دلوقتي. بعد كده لما اهدى كده ابتدي اركز في الخطوه اللي انا هعملها بعد كده واشوف الاسباب اللي هتخليني ارد الفعل او اتصرف. ولازم احدد سبب الغضب الحقيقي بتاعي. لما حضرتك تعرفي اول ما حد يجي يقلل من قيمتك انت واثقه في نفسك، هتلاقي ايه؟ هتلاقي رد فعلك ما بقاش عنيف زي الاول. ليه؟ لان انا حددت المشاعر اللي عندي وعرفت السبب، اصل ده بيلعب على القيمه بتاعتي. وفهمت الشخص نفسي اللي قدامي يعني نيته ايه. وانا لو ما كنتش بعرف اتكلم في المايك ومذيعه شاطره ما كنتش هقعد 10 سنين في المكان. اكيد مع اول كام برنامج كنت مشيت. بالظبط. فهتلاقي نفسك حددت سبب الغضب الحقيقي بتاعك وعرفتي كويس قوي، فهتبتدي يبقى تعرفي وتشوفي تقولي هو الغضب ده منطقي ولا لا. ما احنا بنغضب احيانا كتير على حاجات ملهاش قيمه. بالظبط. عشان احنا مش واخدين بالنا هي منطقيه ولا لا. فلو اديت نفسي فرصه لحاجه زي كده اكيد هعرف. كمان انه لازم اواجه، هو انا لازم احدد المسار، هو انا همشي ازاي؟ هل انا هواجه؟ هل انا هشارك المشاعر اللي انا حاسه بيها دلوقتي هتعامل معاها ازاي؟ وابتدي اشوف زي ما قلت حضرتك كده احدد الطريقه. مع مديري في العمل لو انا قعدت اكبت 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 هنفجر. بالضبط. وانا لو النهارده ما عرفتش اتعامل معاه وكبت اكيد هيجي وقت خلاص مش هقدر. لكن لو ابتديت اكد حقوقي واتكلم بهدوء وبالراحه وبالمنطق ان انا ااكد حقي ان الشغل ده مش بتاعي وما ينفعش اشتغله. ممكن تشوف حضرتك الشغل ده ممكن حد يقوم بيه، أو أنا ممكن أقوم بيه المرة دي بس أنا مش هقدر أقوم بيه مرة تاني لو اتكرر. أحط الحدود وأأكد حقي عشان أقدر أتعامل. مع الأصدقاء والأصحاب ده بيبقى في حاجة اسمها الغفران، وإن أنا سامح اللي قدامي. حل المشكلة في دي
ان انا اقدر، انا عندي رصيد ولا ما عندوش، الشخص ده ليه رصيد عندي ولا لا، هو عمل حاجات كتيره حلوه اكيد، فاكيد هيبقى عنده رصيد عندي رصيد اتجاهه، فاقدر اسامحه، اقدر اغفر له وانسى. لكن لو انا قعدت طول الوقت بفكر بنفس الطريقه وبعامل نفس الاشخاص بنفس الشكل، اكيد هيجي وقت اللي هو انا مستني المدير يسامحني، معلش يعني عديها المره دي، مفيش حاجه اسمها كده. او كل مكان، عشان كده لازم احدد في الخطوه السادسه دي المسار ماشي ازاي، هو الشخص ده انا بالنسبه له ايه، عشان اقدر اخد خطوه اتجاه حل المشكله. فدايما لازم حل المشكله في الاساءه والغضب دايما بيبقى ان انا اهدى وافكر، مش ان انا اخد القرارات السريعه. فالغضب مشاعر، لكن انا مسؤول عن رد الفعل اللي هو السلوك بتاعي. انا هعمل ايه؟ بس طب لو قلنا يعني طبيعه الشخص، يعني في شخص بيبقى من جواه ان هو يعني مش يعني هادي، مش بيتاثر بكلام اللي حواليه يعني، او شخص بيسامح على طول، يعني الناس بتغلط فيه وهو بيعديها، يعني ده يعتبر شخص يعني طبيعي، ولا هو يعني ده شيء مش كويس؟ يعني انا لازم لو حد يعني اهني او حد اتعدى عليا او حد استفزني لازم يبقى عندي رد فعل. في ناس بيبقى عندهم يعني نقول هدوء كده او يعني برود. ده شخص طبيعي يعني، ده حل طبيعي ولا لا؟ خلينا نفرق بين الاثنين. في شخص ما عندهوش القدره انه ياخد رد فعل، هو شخصيه سلبيه، ما بيقدرش يقول، يقدر يتعامل مع الغضب او يتعامل على الاقل مع الاحداث، فدايما بيخاف او بيهرب او بينسحب او بيضغط على نفسه، فده شخص سلبي. لكن في واحد بيعرف يتحكم في الغضب بتاعه، يعني تبقى في احداث فالشخص ده غلط فيه، الكلام مش كويس، عمل حاجات، التاني كان هادي وماسك اعصابه، فلما يجي بقى حد يحكمه الناس ياخد بقى رد فعل اللي هو خدوا بالكم انا على فكره هو قال كذا وكذا 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 وانا ما اتكلمتش خالص، فالناس يغلطوا الشخص التاني. أيوة. ده الشخص الذكي. لكن لو انا استسلمت للموضوع ده وسبت نفسي، هيجي وقت خلاص اتقي شر الحليم اذا غضب، فجاه اقلب الترابيزه كلها على حاجات تافهه واطلع انا اللي غلطان، لان الموقف ساعتها ما يستدعيش. لكن الشخص الذكي هو اللي ما يردش، او يرد بحكمه انه ما يبقاش غلطان والناس تغلطه عشان يقدر ياخد حقه بعد كده. فقدره انك تتحكم في الغضب بتاعك لما تعرف الجذور بتاعته وتعمل تمرين النفس وتقدر تمشي الخطوات اللي قلنا عليها. طب نصيحة أخيرة دكتور ماجد للناس اللي هي سريعة الغضب، يعني تنصحهم بإيه حضرتك في التعامل مع الغضب؟ المشاعر رسل جايين يدونا رسالة، محتاج ألاحظ المشاعر بتاعتي جاية تقول لي إيه عشان أقدر أتعامل معاها. أنا غير مسؤول عن الشعور، لكن مسؤول عن رد فعل اتجاه الشعور ده، دي وظيفتي أنا. فلازم نحط في دماغنا كده، المشاعر كلها مقبولة، المشاعر كلها حاجة جاية تبلغني رسالة، ودي حاجة حلوة مش حاجة وحشة. وما يبقاش في رد فعل يعني زيادة يبقى سلبي، وما يبقاش في كمان كل الحاجات دي قبول الاستفزاز بشكل ان انا يبقى في يعني اكيد كل الحاجات دي تتصلح لما يعملوا الحاجات دي ويركزوا فيها كويس قوي. هتلاقي ابتديت اهدى، ابتديت اتعامل بالراحة وبهدوء، عرفت انا غضبت ليه، الشخص ده عمل فيا ايه، ايه الزرار اللي داسه غلط في الجذور، عشان بعد كده اعرف اتحكم فيها. دكتور ماجد فيكتور خبير التدريب الدولي بكلية مانشستر بريطانيا في التنمية البشرية، بنشكر حضرتك وإن شاء الله يبقى لنا لقاءات أخرى مع حضرتك. شكرا فندم.